وافق مجلس النواب العراقي على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وأعضاء حكومته وفقا للمادة 75 من الدستور. من جهته قال رئيس مجلس النواب إن البرلمان سوف يخاطب رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد بموجب المادة 76 من الدستور. جاء ذلك في أعقاب مظاهرات امتدت لأشهر وشهدت سقوط عشرات القتلى والجرحى احتجاجا على سوء أداء الحكومة واتهامها بالفساد.